في الجزء الثاني والدوزيام بارتي ديال فاني معنا، وكما قلت لكم الضيف اللي غادي يكون معنا اليوم هو تبارك الله واحد لو جون اللي ولينا كنشوفو بزاف ديغنيمون في لي ريزو سوسيو بالفيديوهات اللي كيدير تبارك الله عليه. الفيديوهات اللي كيلقاو واحد البارطاج وكيلقاو واحد انتشار كبير. الضيف اللي معنا اليوم ومعكم هو بهاء الصناري. بهاء مرحبا بك اخويا. الله يحفظك، الله يكبر بك، شرف لي انني نكون معك اليوم في هذه ليميسيون، نضحكوا شويه، يكون شويه الانترتينمنت، نهضروا بزاف ديال المواضيع. حنا موجودين، عرفتي جبتيني في الانترتينمنت. يو نو وات مين، يو نو وات اي سي برو. هذيك اليوم مرحبا بك، صافي فريمون بليزير. بريميرمون جو سي كنت يعني كنتي في مراكش ودرتي كدير مجموعه من الحملات وايضا مشيتي مع بزاف ديال القوافل، فكنتي في مراكش ولما جيتي سبيسيالمون بور الميسيون وغترجع. كنا في مراكش كما كتعرفوا، كلنا كنا في المساعدات وداك الشيء على طول هذه الفتره الاخرى. كاين ناس اللي زاباو حيت بزاف كانوا في لا تريند وداك الشيء، مي قلال الناس اللي بقاو خدامين. دونك حنا في اوبيراسيون اطلس باقيين خدامين، باقي كنحاولوا نوصلوا داك الشيء اللي قدرنا عليه بجهد الله. ان شاء الله حنا غادي ان شاء الله. وهذه نقطه مهمه باسكو اوبيراسيون اطلس كنتكلموا اليوم على واحده من اكبر حملات ديال القوافل ديال المساعدات اللي كيمشيو عند اسر ديال الضحايا. هاد جوج اسابيع ولا دو سمان اللي دازو كيفاش عشتيهم انت بها؟ صراحه كانوا زوينين وخايبين، حيت انا اصلا كنت في سفر وكنت كنت ناشط ما عارف شنو واقع. حتى النهار اللي كنلقاو الزلزال وداك الشيء ما فهمتش في الاول، ما فهمتش، حيت انت راه ماشي في عين المكان، انت راه غير كتسمع الناس كيقولوا. تنسمع الزلزال تنقول راه واقيلا غير شويه داك الشيء، ماشي شي زلزال كبير. مي من بعد من شفت الحاله كيفاش ولات والناس، كان قريب لو فول ديالي انني نرجع. رجعت للمغرب، اول حاجه درت هو انني حاولت نكون. كنت على برا؟ كنت على برا. شنو فين بلاصه؟ كنت في تركيا في اسطنبول بالضبط. كنت تما كنكتشفوا شويه الدنيا، عزيزه هذيك كنكتشفوا الدنيا، ماشي مسافر كنكتشفوا الدنيا. بيان سور، باش الواحد كيسافر ضروري باش تكتشف الدنيا. وكل واحد كل واحد شنو كيبغي يمشي يدير، فهمتي؟ مي المهم انك تكتشف. المهم هو انك تكتشف، تكون غادي. واخا اسطنبول فهمتي دابا مرة الأولى مشيت لها ولا ديجا مشيت لها؟ أول مرة. إسطنبول كبيرة يعني ما خصكش مرة، خصك مرة جوج ثلاثة وشوف تشوف واش تقدر أنك تكمل. اللي كيقول غيمشي لتركيا يدوزها في 15 يوم. لا إسطنبول بوحدها عرفتي شحال خاصة. إسطنبول كبيرة بزاف، وتركيا أون فات كاملة كبيرة اللي ولات يوما بين أحسن نقدر نقول الوجهات المفضلة ديال المغاربة كيمشيو وكيبدلوا الجو تما. المهم كنتي في تركيا، أش ديتي الفول نيشان لمراكش؟ جيت نيشان لكازا، درنا المساعدات ديالنا، داك الشيء جمعنا ناس، داك الشيء داز واعر أصاحبي بزاف. عرفتي الحب ديال المغاربه وديك تا مغربيت وكل شيء، كل شيء باغي يعطي اللي عنده واللي ما عندوش. ومشينا ديك الساعات حاولنا حتى حنا نفرقوا المساعدات وداك الشيء زوين الحمد لله، فيه الخايب وفيه الزوين ما الحمد لله. لا ولكن هذيك الساعه انت كيفاش كانت ليطا ديسبري ديالك، النفسيه ديالك كيفاش كانت؟ انت يعني جو سي كل شيء كان مزيان، حسيتي بالتضامن، رحت شفناه كاملين والعالم كامل تبعوا، مي انت واش كنتي متاثر لداخل ولا ما حسيتي بها حتى وصلتي عند دوك الناس فريمون اللي مضرين؟ كنت متاثر بها حتى وصلت صراحه، توصلت عاد زاد بحال قلتي كل ما كتزيد تقرب تشوف الناس وتشوف الضحايا ديال داك الشيء والمخلفات ديالو، كل ما كتزيد تاثر وتزيد تحس بالوضعيه كي دايره. حيت كيفاش تقول والديا راه ما تقاسوش، فهمتي انت؟ انا الدار راه ما في الرباط، دونك شويه تحرك عندهم داك الشيء، انت كتقول راه والديا ما تقاسوش، راه داك الزلزال بشويه داز بديك الطريقه. مي ما كتستوعبش الحجم ديال الدمار ديالو حتى تكون في المناطق اللي قريبه للبؤره، فهمتي؟ دونك كل ما كتزيد تقرب كل ما كتزيد تستوعب الخطوره اللي كانت. بيان سور يعني الله يحسن العوان لانه ماشي سهله. فنقول انا والله يرحم كاع الناس اللي ماتوا، والله يشافي كاع الناس اللي كاينين في السبيطار دابا وكاع الجرحى ان شاء الله. هذه ازمه اللي غادي نتجاوزوها بطبيعه الحال الا تعاوننا كاملين ولا درنا ادفيد. فهذيك الوقيته هذه شفنا انه بزاف ديال لي انفلونسور، بزاف ديال الناس اللي كيديروا كرياتور دو كونتوني، كل واحد وجهه ديالو. ولكن اليوم كنهضروا بها انه هادشي راه كيبغي نفس طويل، هادشي راه كيبغي ماشي خصو يحبس دابا. يعني مابقاش كنشوفوا بنفس ديك الوتيره اللي كانت في الاول، داكشي غادي كينقص واحد شويه. انت شنو كيبان لك في هذه المساله؟ الشيء هادشي دابا اللي حنا فيه دابا هو لا نورم، هو داكشي اللي كان ديجا من قبل، فهمتي؟ راه ماشي الاصل هو ان كانوا المساعدات بزاف. انا الصراحه كنمشي في الاعمال التطوعيه قبل من الزلزال، دونك الناس اصلا محتاجين المساعدات. الزلزال عندهم بلا ما يكون اصلا زلزال في الواقع، هما اصلا محتاجين القفاف، محتاجين المساعدات الغذائيه. وكنا كنلقاو في اغلب الاحيان صعيب انك تجمع واحد 300 قفه او 400 قفه، اللي دابا ولات كتجمع
دغيا دغيا مي منين تنبداو يرجعوا ريكولي وكتشوف بلي كينقص ديك الوتيره كتحس براسك كترجع للعادي فهمتي الطريقه كيفاش كان كيتجمع بها داكشي قبل و سي فري انا بغيت نعرف انه الناس اللي سورتو لي انفلونسور لان هذه مهمه مساله مهمه بزاف لي انفلونسور بقاو تيبانوا في الاول اليوم كتشوفوا انهم صافي كل واحد رجع للحياه كانت ديك الموجه وكاين اللي يحاول انه يركب على السيرفيسور لا فاغ ولا يركب على الموجه بزاف بزاف كانوا كان هذا النوع داكشي علاش دابا نقصات حيت ممكن انهم نهضروا على الزلزال مابقاش كيجيب التفاعل فهمتي هادشي ما بغيناش هادشي آه اخر حاجه وانت كنتي درتي واحد لا فيديو دايوغ اللي كنت شفتها وقلت لهم يعني كنتي كتعطي الناس وكتقول لهم شنو هما الدواء اللي مشيتو ليهم باش الناس اللي كيقدموا المساعدات يمشيو دور اخرين اللي مازالتو ما كيتسناو في المساعده وقلت هذا اخر فيديو غنديرو واش ديك الوقيته كان جو بونس كان ضغط كبير لانه اي واحد تيبان تقول لك هذا راه كيركب فوق كان ضغط بزاف بزاف دابا الناس راه كيعرفوك وكيعرفوا شنو انت كدير منين كتخلط الدعوه فهمتي من كتولي كتشير كلشي كيشير على كلشي ما تتبقاش معزول نتايا شكون كتولي ما بين الناس اللي كدير الفيديوهات حتى نتايا الله بديتي دير فيديوهات على ود باش دير باش دير تفاعل ولا باش دير البوز دونك كيولي صداع انت باش كتيفيتي صداع كتقول واخا نخرج انايا من هنا تاي برد هادشي شي دابا الا جا شي واحد دواء على داكشي ديال الزلزال اولا مشى للمناطق دابا ما يدووش معاه بديك الطريقه اللي كانت في ديك البداية فهمتي دابا راه اللي غيبقى راه حيت باغي يبقى وديما تنقولوا انه كل واحد يعني النيه ديالو في الاول تكون واحد البعد انساني لانك انت في ذاك الموقف هذا كتبغي تعاون باي حاجه كاين الناس اللي مشاو تعاونوا ما عندهم والو ما عطاو والو ولكن كيعاونوا غير بهذاك الدعم المعنوي تهزوا تعاونوا الناس فذاك الوقيته الناس محتاجين انهم يحسوا باللي الناس كاينين حداهم ما العموم شكرا لاي واحد يعني ساهم من قريب ولا من بعيد شكرا لاي واحد يعني ساهم مالو خاص شكرا لاي واحد مسكين واخا ما عندوش شفنا فيديوهات ديال الناس ما عندهمش وكيتقاسموا داك الشيء اللي قسم الله شوك الدوم يعني القيم ديال التضامن اللي كانوا زوينين فهنا بغيت نرجع بها ونشوفوا هذاك الشيء ديال انستغرام واش يعني فريمون عاون بواحد النسبه قليله لانه ما نكروش عاوتاني كانوا دراري تبارك الله عليهم اللي منهم انت ومنهم مجموعه من لي انفلونسور نقدر نقول تسمياتهم بحال اسماعيل الصفراوي بحال فهد غيدي بزاف ديال الدراري اللي كتحس بهم انهم فريمون خدامين يعني مشاو مساكن بحرقه لانه حنا كاملين مغاربه ضرينا في هذا الشيء اللي وقع اليوم اش كيبان لك واش انستغرام عاونت شي ولا ما عاونش انستغرام بطبيعه الحال عاون حيت صعيب يكون شي واحد تخيل من غير انستغرام يكون شي واحد قادر يجمع واحد الكوميونيتي كبيره ووصل لها ميساج في دقه واحده فهمتي هذه حاجه صعيبه معطيه للناس اللي عندهم لي ريزو سوسيو حتى الا قلنا التلفازه الغاديو مي كيبقى واحد مين كيكون في ريزو سوسيو كيكونوا بحال كيوصل ميساج في واتساب كيديروا لبزاف ديال الناس فهمتي كيفاش يعني كيوصل عندهم وهذا الشيء عاون باش ان الناس يجمعوا ويعطيو زائد الثقه كتكون الثقه في داك الشخص انت تتبعو كتعرفو سواء في قرايته سواء في حياته سواء شنو كيدير كتكون كتثق فيه دونك من كيطلب المساعدات ولا تيقول لك راه غتعاونونا وحنا غنعطيو للناس كتثق فيه داكشي اش سهلات الماموريه الحمد لله غادي نشوفوا واش الناس كيتوقفوا فيك ولا لا وغادي نتعرفوا عليك اكثر لانك انت يعني قبل هادشي ديال الزلزال كنتي كدير فيديوهات تبارك الله دابا راه كيما تقولوا فيديوهات ديالك غادي مزيان الحمد لله انستغرام وباقي صغير بها باقي صغير وانت يعني ما كيعرفوش الناس انك انت سفير النوايا الحسنه ديال الاتحاد الاوروبي في المغرب الاتحاد الاوروبي في المغرب واحد لقب كبير هذا بحال شي لعاب ديال الكره شي واحد ديال الكره فهمتي التكليف كبر البالون دور هذا سفير نوايا الحسنه سفير نوايا الحسنه وراه انا نيتي حسنه متوش معاهم يدير لنا شي صافي انت سفير دابا نوايا الحسنه حنا كنا سفراء نوايا الحسنه شكون اللي كتعرف الاتحاد الاوروبي ها شكون اللي كتعرف الاتحاد الاوروبي شكون في لوكور ديال الدبلوماسي لا شكون زعما اللي دخل لك الاتحاد الاوروبي نشوفو معاه حنا شي واحد المعرف داكشي خلي لي كونتاكت شوف حتى من بعد حتى من بعد صافي انا عندي واحد صديق انا عندي واحد صاحبي ما كيسواش ما يصلح لا اخلاق لا والو لا افعال لا حتى شي حاجه ما يصلح كنطالب من هذا المنبر انهم يديروا سفير نوايا السيئه انه سفير النوايا السيئه في الاتحاد الاوروبي اللي مبارك شحال من الناس نعرفهم تيقول لك دابا انت سفير النوايا الحسنه انا سفير النوايا السيئه فهمتي لوبوزيسيون سي فري وكاين ندخلوا في التنمر ندخلوا في التنمر غادي نتكلموا على النوايا الحسنه لانه يعني سي با فاسيل تاخذ هذا كما تنقولوا هذا اللقب ولا يكون عندك هذا يعني هذا الرمز ولا هذا الشيء ديال سفير النوايا الحسنه ديال الاتحاد الاوروبي دونك دابا حتى بحال كتمثل النوايا الحسنه ديال الاتحاد الاوروبي في المغرب اييه جبتيها لاصقه عاود لي
اولا هذا اللقب هذا زعما ماشي بين ليله وضحاها كتجي كتاخذ لقب. شوف بلغه خشب الله يخرب عليك بدون لغه خشب بدون لغه خشب هضر معايا باسلوب ما بين ليله وبين ليله والنهار دابا قديتها زعما ماشي تجي تاخذو في البلاصه كيكون عندك بزاف تدوز واحد المرحله طويله تقريبا تنظن انا وقله 9 شهور من نهار دفعت باش انني نكون بوستولي لهذا اللقب حتى لخديتو تقريبا 9 شهور كانت دازت كامله ما بين عندي كونكور هكا دي زونتروتيان كيسولوك كيشوفوا فاش كتعرف فاش ما كتعرفش كتلقى معاهم ولا كت ما بين كتلقى معاهم وما بين كتكون اونلاين والميتينغز وداكشي دونك بزاف ديال الحاجات وكانوا بزاف ديال الناس اللي معانا من بعد بدا العدد كيتيليمينا و كينقص شويه بشويه بشويه حتى باش يبقى جوج الاخرين اللي خداو لقب. غادي نعرفوا شحال العدد ونعرفوا كيفاش كانوا لي كونديسيون واليوم شنو هي المسؤوليه اللي عليك انت لانه ملي كتاخذ اللقب واش انا تقدر تفقدو شي نهار ولا كاين شي واحد اخر مراك وكيبقى عندك ديما؟ لا تقدر تفقدو شي نهار. تقدر تفقدو شي نهار؟ تقدر تفقدو شي نهار لما كنتيش في بزاف ديال الالتزامات وبزاف ديال الحاجات تقدر تفقدو الى ما بقيتيش كتبان اهل داك اللقب ولا بعدتي اختيار الكلمات ديالك الا لم تكن اهل ما كنتش كنجي في العربيه مزيان باش تعرف راه ما كنتش كنجي في العربيه مزيان وانا شوف انا غادي ندخل معاك في غمار المنافسه ناري. باش تفقد اللقب ديالك ويعطوني سفير النواب شوف عطونا الاتحاد الافريقي لا بركه سفير النواب الحسن الاتحاد الافريقي مزيان غنوليو انا وياك مكرين جروب انت تتكلف الاتحاد الافريقي انا نبقى في الاتحاد الاوروبي وشوفوا الاتحاد الاسيوي الاتحاد الامريكي داكشي من بعد ما درا دراهم سالين دراهم موجودين فهمتي مازال يمكن معكم دائما فاني مع ناني كيدير السي بها بخير امور مزيانه امورك بخير نحن على الخط نحن على شوف عجبتيني في الطريقه اللي درتي بصح درتي الموجه الموجه كذا هذه الموجه على الموجه موجتكم اذاعيه على الاثير فكنا كنتكلموا على سي جمال معنا سفير النواية الحسنة للاتحاد الأوروبي في المغرب سي بهاء اللي بياسور جافو تبارك الله تبارك الله تبارك الله باقي صغيرة باقي صغيرة شوية شوية راه شرفنا صاحبي 22 صاحبي رصاف رصاف شفتي 22 عام مهم كبر مني ماشي مشكل غادي نمشيو معنا خديجة يا خديجة اش أخبارك السلام عليكم لاباس عليك لاباس الحمد لله خديجة فان ديالك سلام خديجة غروند فان ماشي غير فان غروند فان بصح مقتاش نجي متبعاني مشحال هادي ولا مؤخرا لا صافي دوزو انا متبعاني واو الوالدة ما متبعانيش دابا دوزو فان اكثر من الوالدة خديجة شنو كيعجبك في يعني في المحتوى اللي ولا كونتوني اللي كيدير بها الانرجي اللي كيعطينا وبوزيتيف لاف اللي كي هكا وصلاة ديال الفجار والتافيلات اللي كيدير والخير اللي كيدير يعني كل شيء كلشي كيعطينا كنتشكر معاك بزاف الله يحفظك الله يكبر بيك الله يحفظك ديال نوض الصلاه وهكا انا والله العظيم راه من نهار هذا وانا نوض الفجر واو راه مدي معايا حسنة بعدا الله يحفظك الله يكبر بيك شكرا بزاف شكرا حيت قلتي هاد الهضره وحيت كبرتي بيا الله يكبر بيك تنتيا ان شاء الله امين والله يخليك ديما هكا والله يحفظك لوالديك والله يرحم ربك الله يرحم الوالدين شكرا بزاف شكرا خديجه شكرا لك مرحبا وصافي بليز غير بها ملي كتسمعوا هاد الهضره الناس كيهضروا فحال هكا الحمد لله راه هادشي كيقول لك كتربح منه حب الناس شويه ديال الفلوس وحب الناس بزاف دابا انت كتشوف راسك انه واخا باقي صغير تبارك الله ولكن كتاثر في الناس الحمد لله تقدر انك تاثر اثر ايجابيا اثر فيا عافاك اثر في اثرتي فيا شوف انفلونسي ايجابيا لا سي بيان والله لا انت راه كتاثر في الناس وشوف كل واحد فينا كي الطريقه ديال التاثير ديالو غير تنقولوا انه لا فاصون كيفاش كدوز الميساج فانت النيه ديالك زوينه داكشي علاش شفتي حتى النوايا الحسنة الاتحاد الاوروبي غادي يغلطوا واش الاتحاد الاوروبي غادي يغلطوا راه ماشي هكاك نقول راه ماشي هكاك راه حيت النيه شافوها حسنا داكشي علاش قالوا اجي دا يصلح دابا قول لي واش الناس كيديروا تشامبيونز ليغ الاوروبا ليغ كوف دوروب كذا وعزوك حتى الاتحاد الاوروبي ما كيغلطوا راه ما يمكن اسمح لي خليني اسمح لي في الاول بغيت نعرف رجعه القضيه اللي مهمه شحال كنتوما تقريبا بعد هذا التيرخ تيكون في العالم العربي يعني ماشي غير في المغرب بوحدو في العالم العربي يعني تقريبا كان واحد 9 ديال الدول وفي الاول لي بوستيلو تقريبا شي 540 واحد 540 واحد 540 واحد وفات 9 ديال الدول من بعد تعزلوا 18 يعني جوج في كل دوله دابا انت تفوقتي على 539 واو
تبارك درس خوينا معكم الباس قنا داك لاحظ داك لاحظ داك شكرا بزاف بليزير صافي بليزير كنحاولوا صافي نديروا المجهود وصافي. و 18 واحد بقاو كيتقصوا شويه بشويه او من دوك 18 واحد كل جوج في بي كنا شكلنا واحد الفريق يعني اللي غيكون مسابقه ديال صناعه المحتوى وي سميتها اندر ايز. هاد المسابقه هادي درنا فيها فيديو ديالنا على واحد الموضوع اللي هما اختاروه عطاوه لينا ومشينا نفسنا دوك الدول العربيه الثمانيه الاخرين. الموضوع ديال الصابون لا هذاك هذا دويتي هذاك غادي نسمعوا نسمعوا دابا الصابون لان كنت في الداخله حيت باقلا عليك بها يعني بها باش نقربوا الناس اكثر يعني اللي ما كيعرفوش يعني بها شنو كيدير فوق كيدير مجموعه ديال الفيديو هذا كيمشي كيسافر لشي بلايص المغرب باش كيوري في المغرب وخارج المغرب وكيوري الناس اللي كاين. اش قلت لكم الصابون لانه كندير فريمون واحد لا فيديو قال انه كيف كاين صابون اكزاكتومون نسمعوا ونرجعوا معك بها. صابون طبيعي من الارض نسيت ما قلت لكم بعدا ما تخلعوش راه غير انا بها. مرحبا بكم في جزيرة تيمين. تا فين وكيفاش؟ نبداو من الاول من ورا ما جينا للداخل. شديت طريق مع شي صحابين اكتشفوا الجزيرة. ركبنا في الباطو وبدينا كنبعدوا على الشط وتقريبا عندك واحد نص ساعة باش تقرب للجزيرة. معا كتوصل كتشوف الجبال والرملة بيضاء. أول حاجة قلتها هذا راه المالديف. حطنا الباطو فيها وبدينا كنتمشاو باش نطلعوا للراس ديال الجبل اللي في جزيرة التيني. بدينا طلعة ديالنا اللي ما كانتش صعيبة بزاف ومع جيت بلا صندالة الحجر رقيق تقبل لي رجلي. غير هو المنظر كيستاهل. راه بلادنا هادي راه بلادنا. ريحت باش صورت لكم التصويرة اللي بنت لكم فيها بحال غنطيح وهي التصويره اللي بقاو كيضحكوا عليها الناس حيت قلت فيها ماما ونيت نستغل الفرصه باش نقول لكم مادام هي حيه تقدر نبدا نعيط لها تبارك حيت هي اللي عندي. ما علينا الهبطه ديالنا كانت صعيبه ولا ما تيقتونيش شوفوا بعينيكم. دابا نرجعوا للموضوع الاول ديالنا كيفاش صابون طبيعي. ايوا هذه راه هي الحقيقه هادشي اللي كاين في الارض ديال هاد الجزيره. وبطبيعه الحال بديت كندهن شويه منه وتحمست وزدت تحمست. كي جاك الفيديو كي جاك مازال نقدروا نسميوها غسول ولا ما خفتش نكذب هادشي تقريبا بحال اللي كاين في البحر الميت. غسول طبيعي من اللي خليته شويه وغسلته تخيلوا شنو قلت. واو كيتحيدوا كرهي تصاب هادشي كنبغي. ما تنساوش ديروا سيف باش يطلع لكم فيديو جاي. شنو احسن حاجه شنو احسن حاجه قلتها ماما باربي واعره وتعرفتي التنمر انت بزاف علاش قلتي ماما حيت قلت ماما وانت انا تقول ماما تيقول لي ترجل معانا دابا واش عيب انا واحد يقول ماما والله حتى انا نقول ماما والناس كيقولوها الناس كيقولها. انا نقول للوالده داكشي اللي باغاني نقول لها نقول للوالده ماما العائله الروايه اللي بغيت اللي بغات ماما تسمعوا نقول لها. شوف دابا هذه المساله ديال مساله مهمه بزاف. دابا كتلقى الدري عنده 16 عام ياك ولا ما كتلقى عنده مثلا 13 عام وكيمشي عند موتي تيقول لها حنا كتجي ماما بحال صغيره شويه ما كيرضاش تقول لها الحاجه والوالده مي مي ماما كيوت بصح. وعندي دري صاحبي تا هو كدا 50 عام تيقول ماما وكذا ما كاينش مشكل. الا كانت الوالده ديالك ولا ماماك ولا انت اللي كتسميها الا كانت هي كيعجبها الحال تقول لها الوالده قول لها الوالده فهمتي. اللي كانت تعجبها الحال تقول لها الحاجه نقول لها الحاجه العمر قول لها العمر فهمتي. غير ما نكونوش كنديروا راسنا زعما صافي راه كبرنا فهمتي اتساع الكتفين ودابا صور ملي كتقول ملي كتقول يعني الام ديالك كتقول لها مثلا ماما كتحسي كتحس بها صافي صغيره فهمتي كيعجبها الحال ما فيها حتى شي عيب. هي كتقول لك راه انا ولدتك غا باش نسمع ديك ماما وانت تقول لي الوالده واش بغيت تنفخ عليا صدرك. كاين اللي مشى بعيد هادشي ما بغيناش كاين اللي كيعيط الام ديالو بسميتها هادشي ما بغيناش دونك فهمتي. واحد شوف واحد الى مثلا ما قدرش يقول ماما يقول مامون. مامون رساله لاي واحد كيسمعنا ماماك قول لها داك الشيء اللي بغات تسمعك تقول لها الكبيده العمر راه هي اللي عندك راه هي اللي عندك الورده ديالي شي حاجه زوينه. ماما كتسمعك دابا ماما تتسمعني واش بغيت تقول لها رساله يلا وجه ماما. ديما تنقول لك اي حاجه اصلا انا مثلا ماشي ضروري نكون شي بلاصه باش نقول لك ولكن راه كنبغيك بزاف بزاف ما يمكنش نبوسك من هنا من الميكرو. الله يخليها عليك شكرا شكرا بها شكرا الله يخليها عليك والله يخليك كاع الناس اللي كيسمعونا والديهم والله يرحم كاع الامهات اللي ماتوا باسكو كنعرفوا الدور ديالهم. نمشيو دائما في نبقاو في الشيء باسكو لي فان بزاف دابا تيعيطوا وفتحنا هذا القوس اللي ما عرفتش نقدروا تسدوا ولا لا ولكن معنا السي علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك كلشي مزيان؟ كيداير عمامي بهاء؟ الحمد لله الله يحفظك. انا راه فان ديال بهاء من المتابعين ديالهم اللي بدا. منين؟ من اللي بديت؟ من اللي بديت بخير امور مزيانه؟ بخير الله يحفظك. كتفرج فيديوهات كيعجبوك؟ كاملين اخي الله يكبر. كتبعني ديما؟ ديما ناضي. كيعجبك الحال ولا ما كيعجبكش الحال باش كتفرج فيديوهات ديالك؟ كيعجبني الحال في الفيديوهات ديالك ودري متقي الله مزيان. الله يحفظك الله يكبر بك شكرا بزاف والله يكبر بك على الاتصال ديالك. شكرا الله يحفظك. شنو اكثر فيديو مثلا عجبك سي علاء ديال بهاء؟
انا الفيديو اللي ديال باش يمشي المناطق النائيه اللي ما فيهمش الماء ديال حفر الابار. اي هذا الله يحفظك، شكرا بزاف. شي نهار ندير شي ان شاء الله ندير شي ميتين نتلاقاو كاملين مع الناس اللي متبعيني. وعلاش لا ما نديروش شي قافله يكونوا فيها الناس اللي متبعيني ونمشيو نحفروا شي بير مجموعه، يعني نديروا الحركه يعني هاد لي زاكسيون هيومانيتير سي تري بيان. وحاجه مهمه اللي كركزوا عليها واللي انا بغيت نحييك عليها، لانه اليوم لو ميساج اللي كيدوز في لي ريسو سوسيو هو ميساج مهم. فلا خديجه اتصلت بينا ولا سي علاء فقلنا انه متقي الله، وانت دائما تو سي دو ترونسميت هاد لي ميساج، يعني واحد دائما تبقى علاقته بالله مزيانه. حيت ولينا في انطوكا في المجتمع دابا اللي حنا فيه كتحاول تشوف بزاف ديال الحاجات ماشي تيبانوا لك اللي كيبعدوك على القيم المبادئ داكشي ديال الدين اصلا. ولا دابا شي واحد يهضر على الدين ولا يهضر على شي واحد يحترم او يهضر على شي واحد يكون فيه واحد المبدا ولا واحد القيمه زوينه كيولي يبان بحال هو اللي ما مزيانش وهو اللي خايب، حيت داك الفرق هو كنقول لك هو مختلف بداك شويه ديال الاختلاف اللي هو صحيح في الاصل. كيشوفوه الناس باللي داك الاختلاف ديالو هو اللي تخربق. دابا الحاجه اللي ماشي الحاجه اللي عاديه كتجي الناس كتجيهم في شكل فوالا، والحاجه اللي ماشي عاديه ولا الانسان كيتقبلها بواحد الطريقه يقول لك راه كنهضر انا على هذا الشيء بحال هكا. راه الوالدين ملي كيتفرجوا فيه كيبقاو يصيفطوا الفيديوهات لاولادهم، راه ما كيحملونيش ولادهم. كيصيفط ليا شي واحد مثلا صاحبي كتصيفط له ماما هذا الفيديو ولا بابا هذا الفيديو كيقول له شوف هذا الدري هذا، كيقول لي واش باغي تجبد لي صداع مع الوالده؟ هادو راه الدراري قراب ليا، بنات قراب ليا تنعرفهم. ما عادك شي واحد وانت واخا صحابك يعني ما اثروش فيك نتايا ولي طوبا انفلونسيك بقيتي تبارك الله فهمتي شاد في المبادئ ديالك والقيم ديالك. حيت كنختار الوسط ديالي وصافي، يعني كاين الناس اللي ما يصلحوش ليا وكنعرفهم في واحد الفتره معينه وصافي فقط. ما كاين الناس اللي كنشوفهم كيصلحوا ليا وهما اللي كياثروا فيا ايجابيا وكيخلوني نبقى ثابت في داكشي اللي انا كيعجبني وداكشي اللي انا كنامن به، هما اللي كنخليهم دايرين بيا. حيت المحيط ديالك راه هو اللي كيلعب بزاف على شكون انت ولا كيفاش غتولي. بيان سور المحيط مهم بزاف. واليوم لونتوراج ديالك شحال فيه تقريبا ديال الناس؟ لونتوراج ديالي ما نحسبش لك صراحه، ما لا صحاب بزاف ولا شويه ولا صحاب اللي كتلاقى معاهم زعما تيقول لك كاين الصديق والصاحب والخليل فهمتي. ما عندي واحد جوج دراري بحال خوتي كنسلم عليهم من هنا، عبد الرحيم وصهيب. عبد الرحيم شكون؟ عبد الرحيم وصهيب. صهيب هادو بحال خوتي، قراب ليا بزاف، كيصوروا معايا، يقدروا يعاونوني في لي سكريبت في البرين ستورمين. كنوجه لهم تحيه من راكم عزيزين عليا. انا عندي صراحه جوج صحابي تما ماشي بحال خوتي فهمتي، فهمتي ما كنوجهش لهم تحيه كاع، كيقدروا يعطونا التحيه. ابعدوا مني العار، ابعدوا مني هلكوني، ابعدوا مني. راه قلت دايوغ قلتها في البروميير بارتي ديال ليميسيون، واحد صاحبي راه كان 300 درهم شوف جبالي ولا صافي جاني شتوها اليوم. انا دابا شاري انسان صاحبي على الصون لا 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 سي با غاف امي اميتش اميغو فراتيلو انت شي فا هو يرتاح غير ما تنساش تجيب له 100 درهم. لا جيب لي الله يخليك. ودابا فهمتي دابا الله يخليك الضرائب راه الوقت غادي يخلص الوقت غلات. لا غادي يخلص بيناليتي ضروري داك الشيء كيضاعف. طلق راسك غادي نكملوا معاك ونشوفوا هذه القضيه ديال الفلوغ اللي كنتي كديرها والبلايص اللي سافرتي لهم وحتى الفيديو اللي درتي بها. عدنا والعود احمد عدنا هذا اللغه العربيه زوينه زوينه. مرحبا بك. الله يحفظك. مرحبا بك. نحن معكم على الخط مرة أخرى. مرحبا بنا. مرحبا بنا. رغم 22 سنة تبارك الله ولد بديت تطلق تمارة في تمارة، وعندك الماستر في كونترول ياك شي الكونترول مانجمنت كونترول دو جيستيون فلوين سي جي. الوغ ديفا الماستر كترتاح علاش باش تكونسونتر اكثر على وسائل انستغرام وتيك توك وداك الشيء، ولا دير شي خطه؟ صراحه كاينه خطه وما كايناش خطه. بعض المرات تتبان لك راه كاينه، بعض المرات ما كيبان لك والو. ضبابه متردد. صراحه باغي نكمل القرايه، باغي دكتوره، باغي مي انت انا باغي دكتوره لا انت باغي دكتوره. باغي دكتوره. باغي دكتوره فهمتي كيجمي الطب. صيفطوا للمراه شي دقيقه تواصلوا مع ناني. المهم واحد يكمل فهمتي كتكمل تفضل كمل باغي نكمل الدكتوره ديالي ان شاء الله. مي راه صعيب الكرياسيون دو كونتوني مع القرايه مع بزاف ديال الحاجات، كيحتاج افور كبر. والله الا كنشوف راسي باغي غير نرتاح عرفتي، انا ما بغيت والو. ولكن دابا ما كتقولش دابا انت سي فري باقي تبارك الله صغير عندك الجهد كاين كل شيء، غير تنقولوا انه سيتا مومون خصك دير واحد لو شوا
خصك تشوف يا تكمل في هادشي يا تكمل في القرايه وداك الشيء درتي يعني الماستر ديالك ماشيش هكاك فتقدر تجمع بيناتهم بجوج سورتو انه فهمتي الدومين ديال الخدمه تيكون تاخذ لك الوقت وداك الانرجي ومع الوقت كيبدا شويه بشويه كيبدا داك الحماس كينقص هو راه تقدر تجمع بيناتهم بجوج كيخص افور كبير من العادي مي غتقدر تجمع بيناتهم بجوج انا تيعجبني يكون زعما عندي بلون ا بلون بي هما بجوج ومغادين وحده فهاد الجي وحده فهاد الجي وفين ما كتب لك ربي رزق راه غادي تشد فهمتي حتى حاجه ما كتعرف واش دايما لك ولا لا غادي نضرب صراحه لانه مازال كاين واحد الكويز واحد الكويز كويز نول في الكويز انا ما كنعرفش نجاوب كويز لربحتي الا جاوبتي الاسئله غتربح نسا ديال لويز كويز باش تربح لويز دز ديال الكويز ولكن صبر بلاتي الكويز خصك تستعد نفسيا دابا ملي كتشي اونتروتيان كتشوفوك الجانب النفسي دابا الجانب النفسي مهم جدا بديتي معايا بديتي من قبيله الجانب النفسي بيان سور لا بسيكولوجي الجانب النفسي مهم جدا انت واش ما كيجدكش لو تراك مثلا والخلع ملي كيكون عندك شي غرض مهم ولا كتسافر شي بلاصه بوحدك ما كيمشي كيجدك هذا لو تراك والخلعه لو تراك صراحه ما كيشدنيش بزاف ما كنتخلعش بزاف الناس بارج ليا لا والو انا ما كيشدنيش صراحه الخلعه عندي زعما كل حاجه طلعت هي هذيك كيما طلعت هي هذيك انت كدير لي فور ديالك وصافي يعني باش ندخلش شي حتى لي بريزونطاسيون فهمتي مين كتنوض قدام بروش بريزونتي والله الا كنت انا نقدر نقول لك في صحابي نكون انا هو اقل واحد غيكون كيتخلع يعني شكون يقدر ينوض بريزونتي نوض عادي ما كاينش مشكل ما كاينش بلي راه كنعرف نبريزونتي ولا الفرونسي كنطير فيها ولا ونوض كتاخذ الامور بهدوء بهدوء اش باغي يوقع كاع اش باغي يوقع ولا قبلاتي نهار كنلعب منتخب مع الصبليون ما تخلعتيش دخلتي عندي وانت لا عرفتي علاش حيت ما يمكنش تتحكم في داك الشيء يا صاحبي قول لي تخلعتي في الموقف لا هذاك الموقف تخلعت فيه حيت ما دابا زيرتيني الخوارك تفضلوا لا دابا ما تنتخلعش قلبك بدا كيضرب صراحه خبارك باش بداو البيلان ديالي تخرجت من الدار اوه قسما بالله قلت لهم والله ما نتفرش ما تفرشيش فيهم ما تفرش خرجت للزنقه ومشيت حدا واحد القهوه راهي بعيده وانا بقيت من بعيد كنتسنى في النتيجه عندك بان ونضيع يا لطيف يا ربي السلام داك البيلانتي الاخر ديال حكيمي تقربت حدا القهوه حيت قلت صافي يربح كنتي كتسمع الغواص مرمره والله تستريسيت كنت ستريسا في الحاجات اللي ما كنقدرش نكونتروليهم فهمتي دابا الماتش راه ملعوب انت ما عندك حتى شي دخل غتفرج وتسكت والمغرب والقلب كيضرب لا واش هادو بين الحوايج اللي كيبينوا انه اليوم الحمد لله انه حنا الحمد لله كنغربه كنموتوا على بلادنا حنا كنموتوا على بلادنا فاش كتكون شي يعني شي كومبيتيسيون بحال هكا يعني شفنا حتى شفنا مثلا في الكاس العالم شفنا من وقعت ديال الزلزال يعني المغرب كيفاش ضامنوا اي حاجه كتمس المغرب حنا كتلقانا فيها النهار اللي كنت نيت في الفوت ديال سفير نوال حسن الاتحاد الاوروبي كان فوت في واحد المرحله ديال صناعه المحتوى كانت مسابقه وكان فوت وكانوا بزاف ديال الدول كانوا راه تنقول لك 9 ديال الدول ضدك تتلقى المغاربه واحد شويه في الفوت ونوها في لي باج ما تيكتبوا ديك اللعبه ما يمكنش مغربي يخسر تا اللي كيسول كيقول ديالاش بعدا فاش مشارك ما عرفش تيبقاو يجاوبوه فوطي بعدا نربحو وعاد نسولو ديال وديك الساعه انت كتحس براسك كتمثل المغرب كتحس براسك كتمثل المغرب وكتحس بلي المغاربه وراك وفهمتي ما مخلينكش سقوط حر شادين فيك حتى تربحها هادي منسالك هادي منسالك وحتى هاد القضيه ملي كتسافر مثلا يعني اي واحد مثلا كيمشي لبرا فهو راه تيكون سفير ديال المغرب لبرا على من خلال داكشي اللي كيدير من خلال التعامل والسلوك ديالو فهو كيخلي واحد لامبريسيون زوينه للمغرب سافرتي بها المجموعه من الدول وكنتي كتحاول انك تعطي واحد الصوره زوينه واش دخلنا عاوتاني في الفلوغات وبغيت تسافر بغيت دير دي كونتوني حتى تبقى تدور في المالديف ياك الصراحه ماشي المالديف علاش قلتي المالديف بالضبط علاش باغي دير باغي تمشي انت للمالديف لا مشيت لها زيد ماشي زيد واش ديك واعره مشيت لها بوحدي يلاه ما تسطاش واو صحابي صافي قلتي زعما المالديف شي حاجه واعره ساعه انت مشيتي لها لا ماشي مشكل لا صراحه كتبغي تمشي ماشي ضروري باش دير فلوغات وتكون عندك لا ماتير وداك الشيء تبغي تمشي تشوف تكتشف ناس جداد عادات جداد تقاليد جداد عالم جديد فهمتي كل واحد كيفاش شي واحد ما كيحملكش شكيتي شكرتي الاتحاد الاوروبي والله حتى بصح والله حتى بصح تيقولوا لي عطاتك الوقت وليتي مع الاتحاد الاوروبي تيديوك يصفروك
ما بغيتي تمشي كتمشي واش سي اترافير روما ولا غير كتسافر؟ لا ما كانت شي ميسيون يعني شي حاجه في شي برلمان اوروبي ولا مؤخرا في المؤتمر الاوروبي. كتدخل البرلمان وكتقول ايه صافا انا كتقول هادشي كتقولو؟ لا لا داك البرلمان الاوروبي. انت في البرلمان دري صغار شنو؟ لا كتدخل البرلمان الاوروبي ك مع لي جون يعني كيكونوا لي جون ودخلتي انت وكانوا لي جون تبارك الله وداكشي من اوروبا كامله. تيقول لك الكلمه سيبها صناري تيقولها ممثل الى حزب انت تيقولها بلونغلي تيقولها بلونغلي تيقولها بلونغلي. You can speak Rachel Abbas and Hori, representative from Morocco. Of course. درمي شوية للعودي كيفاش دير الاكسبيريونس ديال البرلمان الاوروبي لو بارلمون. واو عرفت دير البرلمان الاوروبي كتشوفها في كتاب ديال الكتب ديال الجماعية. لكن نفس الديكور تقريبا بلوز او موا. نفس الديكور. نفس الديكور. نقولوا نفس الديكور، نجمعوا كل شيء ونقولوا نفس الديكور. وديك الميكرو كتسمع كتسمع مزيان. وتعطوك هذيك من كدير الكاسك كتبدا تبدل اللغه. دابا داك راه كيهضر بحال ناني كيهضر معايا بالدارجه ندير انايا الفرونسي فهمتي نبدا نسمع ناني بالفرونسي. داك وانت كدير بلونغلي ما يمكنش. لا باش ما بغيتش باش ما بغيت فهمتي بلونغلي بالاسبانيول نبقى غنبدل ونسمعك داكشي اللي كتقولوا المترجم كيقولوا فني المترجم تعاودوا كاين بزاف ديال المترجمين بزاف. داك وانت لقيتي شي كلمه شي نهار كلمه لقيت كلمه تيكونوا دوك لي بانيل ورشات تنهضروا على مواضيع يعني على حسب واش البيئه واش المناخ داكشي. ديك الساعات في لي بانيل كيكون داك لي شونج فهمتي كيكون معلومات من هنا معلومات من هنا دونك ضروري يكون لي شونج ضروري تدخل ولا تقول الفكره اللي عندك ولا المعلومه اللي عندك ولا البلاد ديالك شنو كتواجه في داك المجال. انت بيان سور يعني كتوصل انفورماسيون بطريقه اللي لي زوينه وكتقول شنو كاين وتوصل لهم شنو كاين اكزاكتومون. فغادي نتكلموا على الشيء لانه مازال كما قلت لك راني كويز هاد اللعيبه ديال البرلمان هي كويز باش تربح اللويز كويز باش تربح اللويز فهمتي دابا كلشي شاهد عليك ونخليها بيناتنا فهم نشوفوا هذا الكويز راني باقين معاكم شنو غدير تقدم انت؟ مرحبا بكم في برنامج ديالنا فاني مع لا لا ماشي بها نخليها فاني معنا راني حجات مرحبا بكم في برنامج ديالنا صفاء مع بهاء صفاء مع بهاء لا 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 المشكله هذه مشكله لا 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 صفاء مع بهاء معنا ناني ناني شكرا ناني مرحبا بك ماشي صفاء مع بهاء الصفاء مع بهاء الصفاء مع البهاء حيت صفاء لا مشكله حيت نقول انا بهاء وفيني صفاء داكشي اللي عندنا قلت لك الكويز باش تربح اللويز مستعد مستعد ها اذا استعد ليا يا سي بهاء لانك تشري اسئله غتسمع دابا اسئله غريبه وعجيبه يا ناري الاغنيه سسبنس خلعتيني دابا خلعتيني تخلع عفوا تخلع قبل ما نشوف الاسئله ديال سسبنس كنت درتي واحد الفيديو اللي درتي فيه راس كلون ومشيتي يعني الاطفال اللي كاينين في ديك الدور قبل ما يوقع الزلزال و التجربه هذه كيفاش كانت؟ حسيتي براسك انت مرتاح فاش درتيها؟ قلتي لي علاش كنخربق؟ لا لا صراحه ماشي مشكل نمشي نفرح ولاد صغار. لا صراحه حسيت براسي مرتاح عرفتي شناهي تمشي تشوف ضحكه في وجه وليد صغيور في ديك المنطقه وداك الشيء راح جا واعره بزاف ما ندير لكن نقدر ندير شي حاجه اكثر من الكلور ولا ندير شي حاجه اكثر من الكلور على وديك الضحكه ما ندير شي حاجه اكثر من الكلور اللي بغاو هو ما ندير. كاين اللي عنده فوبيا قال لك يخاف من الكلور بصح صاحبي راه شي واحد يمكن تنقرب لعندهم تيبقاو يبكيو. انا كنعرف واحد الاعلاميه اللي كنعرفها كبيره تبارك الله فلاج وكل شيء كتشوف كلون كت يعني فريمون كتجدد ديك لاطاك دو باني وكتخلع وكل شيء علاش الله اعلم ما كاين اللي كيخاف من الكلون. كاين واخا تجي تضحك معاه وداك الشيء مي هو الكلون تا يخلعو صافي نقطه. انا كنت نتخلع من بابا نوال داك الشيء كان صغير كان كيجي عندكم في الدار كيعطيني الهدايا من شومين كيصيفط لينا كيحمل الكروات لذيك الحياه عندو كتخلع. بهاء اليوم الا قلت لك بلا ما تقول لي سمع واش كاين شي انفلونسور ولا شفت انستغرام ما كيعجبكش داكشي اللي كيدير بزاف تقدر تقول لي غير المحتوى بلا ما تقول السميه بزاف اصلا ما يمكنش يكون عنده محتوى الا كنت ما كنحملوش يعني اللي ما كنحملهمش هما اللي ما عندهمش محتوى عندهم غير جبهه وسنطيحه حيت هادوك عرفتي باش يخرجوا على صناع محتوى الاخرين كاملين ماشي غير على راسهم فهمتي كيعطي واحد الصوره خايبه كتولي انت تلاقى مع واحد في الزنقه كيقول لك وانتم الناس اللي كديروا فيديوهات فهمتي كتجمع مع كل شيء كيتجمع مع كل شيء هما بزاف كاينين اصاحبي ورا دابا تنهضر الناس دابا واحد كيتصنت ليا ولا وحده كتصنت ليا طاحت لها شي سميه في بالها ما عندهاش معاه
كنبشرك باللي هذيك من السميات اللي في بالي ياك والله. اش كيبان لك اليوم فهادشي ديال هضر معايا بصراحه وجوابنا انك صريح وما كت لا والله ما نزوق حتى واحد ما كيعطيني شي حاجه وما كتكذبش. الا قلنا لك شي نهار مثلا عطاك واحد مقابل مادي ودرنا شي لايف في تيك توك وتشالنج تجمع داك الشيء كيجمعوه فهمتي كيبقاو يديروا تشالنج كتبك ليكرون مقصوب على جوج وكيديروا تشالنج تحديات وتجمع في داك الدونيت وديك التخربيق وداك الشيء. المهم حنا ما كنعموش مي شي نهار بغينا نشوفك مثلا كدير هذا الشيء تبغي المستحيل هذا هو المستحيل هذا اللي قلتي دابا واخا يعطوك فلوس واخا يعطوني فلوس انا راه عندي تقريبا 1,200,000 في تيك توك تبارك الله عمري طلعت لايف اللي غندير فيه تحدي عمري درت تحدي قلتي 1,200,000 صحاب لي شي تصاوب لي فلوس لا 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 عندي 1,200,000 متابع يعني الا طلعت لايف غادي يكون الناس طالعين عندي بزاف ما عمري طلعت لايف درت فيه تحدي واحد المره طلعت جربت شنو هو اللايف كيفاش ما عمري طلعت مع شي واحد تحدي تقدر مثلا انه دير تباسنا ندوز تبارطاج لافورماسيون شي موضوع دوي فيه ولكن تحدي على حساب مقابل مادي لا ما ندير غير هذيك راسك ماشي موضوع مقابل مادي لا, لا. لا دير لايف عادي ما فيه لا فلوس لا والو دير لايف هكا باغي تدوي انت الناس ديال تيك توك اها دير لايف عادي تقدر ديرو نقدر ندير لا كان شي موضوع مهم مي دابا ما بقيتيش تقدر دير لايف حيت كلشي كي حيت غتولي ليماج ديالك شنو دار بها دار لايف في تيك توك بوين لايف تيك توك كلشي غيفكر كيفاش هو داير مي جاو دي كولابوراسيون جاو خدامين اللي كانوا بثمن غالي مي ما كانوش مع نفس القيم والمبادئ كما قلت لك في الاول وما درتهمش كانوا فيهم فلوس نيت كتعرف ابو لفه ما درتهمش لا ما درتهمش ما بغيتش وكان كان كنت محتاج فلوس ذاك الوقت مي حيت ماشي فالور ديالك لي فالور ديالك لي فالور ديالي ما درتش كتعرف ابو لف اليوتيوبر السعودي ابو فله سميتو تلف لي المخ ابو فله الا قال لك ابو فله دير معايا فيديو اسمعني مزيان ابو لف خلي ولا جا عندك ديونا شكون لا شكون المؤثر اللي كيعجبك انت في العالم العربي ولا في العالم شكون اللي في المغرب فين ما كان في المغرب ولا برا المغرب دري ولا بنت اللي بغيتش نعطيك دري ونعطيك بنت عطيهم جوج دراري سيمو صدراتي بنت احسن بن علوش احسن بن علوش تبارك الله عليك دير تبارك الله عليك من بين المؤثرات اللي فريمون كيعطيو يعني ميساج زوين كيعطيو ميساج زوين وتبارك الله ف يعني حتى الفيديوهات اللي كدير مزيانه فكنوجه لها تحيه منا تحيه كبيره للاحسان بن اللوج الا قلنا دابا خلينا نرجعوا دابا افول بمضوش ابو فلا قال لي دير معايا فيديو ولا زوبير هلال مثلا ابو فلا راه زوبير راه دابا انت راه نختار امين العوني عنده التاريخ سؤال في محله واش عمر شي واحد دخل عندك مثلا شغل كومونتير ولا في ميساج وحسبك بزاف قرا شي ميساج اللي فريمون تقلقتي فيه وبلوكيته وانت لا جاوبتي ولا بلوكيته جاوبته وبلوكيته فايت جاوبت بزاف وفايت بلوكيت بزاف ولكن شنو هو الجواب ديالك كيفاش كان واش كان نسبيا وصل لي داكشي اللي كنت باغي توصل لي انت ولا تكايستي صاحبي بعض المرات تبغي دير الجهد باش تشرح لشي واحد شي حاجه ولا باش تناقش معاه وكتلقاه في الاخر كاتب لك حتى راه صيفط لك هذا الميساج باش تجاوبني اصاحبي واش فهمتي ايوا لا كان شحال هادي الجهد ديال كنجاوب شي واحد نبغي نتناقش معاه مي دابا وليت كنبلوكي ما كتدخلش كاع في النقاشات ما ندخلش نقاش تقدر توصل لكاع ديك النيفو انك كتشوف ديك الشيء ومن بعد عادي يمكن تقولها بالفم مي كتبقى انرجي ياك كتبقى انرجي خايبه كدوز معاك واخا انت شي حاجه كتحسبها في الداخل خصك تخرجها وانت في الحياه العاديه ديالك ما كتعصبش دغيا لا صعيب تعصبني كنت تعصب لا تحقرت او لا تظلمت مي باش نتعصب على شي حاجه هكا بسيطه كاع بقى مرتاح تنفس جاوب على قد داكشي اللي شفتي ولا قد داكشي اللي خاصك تقول او ما تجاوبش حتى ترتاح وجاوب برافو عليك الله يحفظك اباك عليك الله يحفظك صافي بليزير شنو وقت كيفاش داز زوين والله الا دغيا مسالي غدا لا انا كنت غدا مسالي اجي نعاودو مره اخرى افي غون بليزير شكرا لك بزاف بها السيناريو تبارك الله بين لجان اللي كيديروا كونتوني زوين واللي كنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الكارير ديالك ومازال تزيد تورينا يعني ان شاء الله بزاف ديال الفيديوهات شرفت لي انني كنت معاك اليوم ودوزنا هذه الوقيته زوينه هذه معاك مع الناس اللي
اللي كيتصنتوا لنا دابا في شادة. شكرا لاي واحد عطانا الوقت تصنت لينا، ان شاء الله نعاود نكونوا معانا نفشي فشي فشي ايميسيون اخرى، علاش لا ان شاء الله الى عرض عليا. مرحبا في غون بليزير، وتبارك الله عليك بهنا وتفق عليه لك، تبارك الله لين بدري زوينين ولك دير دي ميساج زوينين كاع الناس اللي باغيين يتعرفوا اكثر يدخلوا لاباج سو انستغرام بهاء صناري وتشوفوا فيديوهات وتشوفوا الطريقه كيفاش انا وكيدو كيوصل الفكره. شكرا لك بزاف بهاء. شكرا. تحيه كاع الناس اللي كيسمعونا، لي فالي ما قدرناش اننا ندوزوهم يعني غير يسمحوا لنا لانه كان ضيق ديال الوقت، ولكن ان شاء الله هذا الوليد هذا ان شاء الله مازال غادي يجي عندنا وغادي يعاود يكون الضيف ديالنا ان شاء الله. نجيب نجي المره الجايه باش نجي غنجيب شي لقب كبير غنكون يلا خديته وغنجي عندك صافي. وعقل عليا باش ماشي الاتحاد الاوروبي، بغينا لا شي حاجه الاخر حيت اللقب تاع الاتحاد الاوروبي انا غادي ندي لك. انا قلت لك نيكست غادي نديك اللقب. انا النوايا السيئه راه كيتسنى تو في الطريق. تبارك الله عليك بها. شكرا لك معنا، شكرا انتم كنتو كتسمعونا فاني معناني. نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو غدا ان شاء الله. السلام عليكم.